هقول لك، بس انت استنى، هقول لك اكلات كتير، انت هتاكل كده وتهنى، اكل الوصفه لازمها كتير. ايوه انا هاكل. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في هذه السلسلة المتميزة التي تهتم بالتغذية الصحية السليمة. نهتم بكل ما هو يفيد صحتك عن طريق غذائك، ليصبح طعامك وغذاؤك هو دواؤك. كثير مننا بيعتقد أن الطعام وظيفته فقط الإمداد بالطاقة الحيوية ونمو الجسم، لكن زي ما قلنا أكثر من مرة إن الأكل بيدخل في تكوين الحالة المزاجية من كونها رائعة وممتازة إلى حالة من الاكتئاب. أيضا الأكل ليه علاقة بالحياة الاجتماعية بتاعتنا، مفيش تجمعات إلا ما بيكون الأكل موجود فيها. في العيد كل سنة وأنتم طيبين لازم يكون في تجمعات حوالين الأكل، أعياد الميلاد برضه تجمعات حوالين الأكل. الحياة الاجتماعية عندنا مرتبطة بالأكل. ايضا بننسى جزء مهم جدا، وان وظائف الجسم الحيويه والنشاط بيعتمد بنسبه كبيره على الاغذيه اللي بناكلها. لو احنا ما بناكلش كل الحاجات اللي جسمنا بيحتاجها في اليوم، يبتدي الجسم يقلل الوظائف بتاعته. مثلا كميه البروتين اللي المفروض ناكلها في اليوم من الاحماض الامينيه الاساسيه، وكلمه اساسيه تعني ان الجسم ما يقدرش يعملها الا عن طريق الاكل اللي بناخده. لو ما اكلناهاش في اليوم في وظائف الجسم مش هيقدر يقوم بيها. بكل بساطة الأكل كامل الجسم يقدر يؤدي كل الوظائف بتاعته. الأكل مش كامل ومش متنوع ومش مغذي بالكمية الكافية، ساعتها الجسم مش هيقدر يقوم بكل الوظائف بتاعته. الجسم يقدر يتحاول ويحاول إنه يقيم باقي الوظائف بتاعته حتى لو أنت ما أكلتش، لكن هتحس إن النشاط والحيوية بتاعتك بدأوا يقلوا. عشان كده بنقول إن التغذية الصحية السليمة هي أهم شيء يجب إن الإنسان يهتم بيه عشان يحافظ على حياته. كتير من الأمراض متعلقة بالتغذية، إحنا بنتكلم على السمنة، بنتكلم على النحافة، بنتكلم على التغذية الخاصة للحوامل والتغذية الخاصة لمرضى السكر ومرضى الضغط ومرضى الجهاز الهضمي. كل هذه الأمراض لها علاج دوائي يمكن أن نستعيد عنه بالعلاج الغذائي، يعني عن طريق تنظيم الوجبات الغذائية بتاعتنا نقدر نحافظ على صحتنا ونقلل نسبة الدواء اللي بنحتاجها، وقد تصل إلى إن إحنا ما نحتاجش دواء نهائي. نقدر فعلا نصل إلى أن يصبح طعامك دواؤك. كتير مننا عارف إن المعدة بيت الداء والحنة رأس الدواء، يعني كل أو معظم الأمراض فعلا بتبتدي من المعدة، بتبتدي من الجهاز الهضمي اللي ما بيكونش منتظم وما بيكونش الأكل اللي بيدخله بطريقة سليمة، فعلا بيكون في مشكلة في الجسم. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. عشان كده النبي دايما بينصحنا إن يكون أكلنا متوازن ويكون منظم، ومش بس كده، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، يعني النبي بيوجهنا عليه الصلاة والسلام إلى إن الغذاء بتاعنا يكون بس يقيم الصلب، يعني يعطي الحيوية والنشاط ويخليك قادر تقف، مش تملى بطنك لغاية الآخر. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يعني يكون الغذاء المتوازن بيتقسم إلى ثلاث أثلاث، الثلث الأول للطعام الغذاء ثم الشراب، وفي النهاية بد من الراحة والحركة ليتم هضم هذا الطعام. مش بس كده، احنا عاوزين ننوه على الحديث الشريف اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيدلنا فيه، بيقول ان الشبع جزء غير اساسي من الوجبة الغذائية، يعني ما نقعدش لغاية ما نشبع. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، يعني الدافع إلى الغذاء يكون الجوع وليس أي شيء آخر. مش بس كده، يكون الدافع من القيام من على الأكل هو الوصول إلى مرحلة ما قبل الشبع وليس الشبع. الشبع في جسمنا بسيط جدا وبيعتمد على أكتر من حاجة، أهمهم امتلاء المعدة، مش بيعتمد على كمية السعرات الحرارية اللي الجسم بياخدها. فمثلا انا بوزني وبطولي بقدر اعرف انا محتاج قد ايه من السعرات الحرارية في اليوم، وكمية النشاط ايضا بتساعد في تحديد كمية الوجبة اللي انا مفروض اكلها في اليوم عشان اساعد جسمي في انه يبقى دايما في حيوية وفي نشاط.
هل انا باخد الوجبه ديت بحجم كبير ولا باخدها بحجم صغير؟ كل ما تكون الوجبه حجمها كبير لكن بتحتوي على سعرات حراريه اقل، كل ما هوصل للشبع بصوره اسرع، وكل ما الجسم بتاعي هيتعود على انه يقوم في مرحله ما قبل الشبع. عشان كده الوجبات اللي هي بتبقى مليئه بالطاقه، مليئه بالدهون وبحجم صغير، بتكون مضره جدا، لان بتاخدها وبعد ما بتاكلها الجسم ما بيحسش بالشبع. تخيل المعده عامله زي الكيس، والكيس دوت لازم يوصل لمرحله معينه من الامتلاء عشان يبعت اشاره كيميائيه الى المخ ويقول انا شبعت. لما انت تاخد كميه صغيره جدا من الاكل لكن سعرات حراريه عاليه، ساعتها الكيس ما اتملاش. اي نعم انت معاك كبير من السعرات الحراريه لكن الكيس ما اتملاش، ما حسيتش بالشبع، فمحتاج تاكل تاني وتالت، وساعتها الوزن يبتدي يبقى فيه عدم انضباط. عشان تملى الكيس بطريقه جيده، عشان تملى المعده بطريقه جيده وتحس بالشبع، لازم يكون اكلك منتظم، ولازم تعمل نظام غذائي واضح في حياتك. عشان كده انا بنصح الامهات ان هما ياخدوا بالهم جدا من النظام الغذائي اللي بيعودوا ولادهم عليه، لان احنا ابناء العاده. اللي انت بتعود ابنك عليه هيطلع دايما يكون ده النظام الغذائي بتاعه، وبالتالي لو كان النظام الغذائي بتاعه سليم وصحي، ساعتها هيقدر الولد ينتبه الى النظام الحياتي ونمط الحياه اللي بيعيشه ويفضل بطريقه صحيه، وينقل هذه الطريقه لاولاده. مين مننا عنده جدول متعلق واضح فيه قد ايه نسبه الفطار النهارده وبيتكون من ايه وهيعمله امتى، ونسبه الغداء قد ايه وبيتكون من ايه وهيعمله امتى؟ الجدول دوت لو ما كانش موجود وواضح وعارفه الام نسبه الغذاء اللي بتعطيه لاولادها، يبقى هنا دخلنا في صوره من العشوائيه. اي نعم في بيوت كتيره ما نقدرش ننكر انها بتحاول تصل الى الطريقه الصحيه. خلينا نقول ان العلم دلوقتي بيوفر لنا حاجات كتير نقدر بيها نستخدم نفس الامكانيات الموجوده في البيت ونفس الاطعمه الموجوده في البيت عشان نساعد في عمل وجبات غذائيه صحيه. النهارده هنتكلم على موضوع مؤرق جدا في الجهاز الهضمي، موضوع ارتجاع المريء وارتجاع الحمض من المعدة الى المريء. نسبته بتتزايد بنسبة كبيرة جدا، يمكن 30% بدأ من امراض الجهاز الهضمي يكون الشكوى الاساسية هو حرقان فم المعدة. هنشوف مع بعض فيديو عشان نفهم بالتفصيل ازاي بيكون الحرقان دوت وسببه ايه، وازاي نقدر نبتعد عنه ونقلل هذا الالم الشديد. في كتير من المعلومات الغذائيه الصحيحه اللي نقدر بيها نقضي على هذا الوجع. لما بناكل الاكل بينتقل من الفم عبر هذا الانبوب الطويل اللي هو المريء الى المعده، ولما بيوصل للمعده ساعتها زي ما شايفين في باب بيفتح ويقفل، في صمام بيفتح ويقفل. الصمام دوت بيسمح بانتقال الاكل فقط من المريء الى المعده. لما بيوصل للمعده، المعده عندها حامض عشان تساعد في تنقيه الاكل وتساعد في هضمه. المشكله هنا بتكمن ان الباب اللي بيفتح ويقفل ما بيسمحش غير بمرور الاكل في اتجاه واحد من فوق لتحت ويقفل، عشان الحامض اللي موجود في المعده، الغشاء المبطن ليها يقدر يستحمل وجود هذا الحامض. وده بيطرح السؤال، ليه المعده ما بتهضمش نفسها؟ ليه لما بناكل لحمه المعده تقدر تهضم اللحمه لكن ما تهضمش نفسها مع انها معموله من لحمه؟ لان الغشاء المبطن ليها وانظمه حمايه كتير موجوده تقدر تحمي المعده من انها تهضم نفسها. الحاجات اللي في المعده بتهضم اي حاجه، وبالتالي لو خرجت هذه الانزيمات والعصارة والحمض من المعدة وراح فوق للمريء، يعني الباب اتفتح والاكل طلع من تحت لفوق، ساعتها المريء مش قادر يحمي نفسه فيبتدي يبقى تحت ضغط ويبتدي تحت اثارة مسببة لالتهابات ومسببة للألم الشديد. زي ما احنا شايفين الاكل بيبتدي من الفم عن طريق الهضم وبعض الانزيمات وينزل الى المريء. هنا بداية المريء هذا الانبوب الطويل اللي في الاخر بينتهي بصمام في طريق واحد يسمح بانتقال الاكل الى المعدة. المشكلة هنا لو الاكل رجع تاني من هذا الصمام لفوق للمريء، ساعتها مجرد الشعور بحرقة في الجزء العلوي من الصدر والشعور المزعج دوت اللي احنا بنقول عليه حموضه او بنقول عليه حرقان في الصدر او حرقان في القلب، كلها ما
تعبيرات بتدل على الارتجاع الحمضي في المريء اللي بيحدث نتيجة لخلل في عمل العضلات المكونة للمريء، خصوصا العضلة العاصرة اللي بنتكلم عليها اللي بتقع في نهاية المريء. شايفين دلوقتي لما الحمض بيمتلئ تاني الكيس امتلى هيبتدي يضغط ويخرج تاني ويطلع فوق يأثر على المريء، ولما يأثر على المريء المريء لا يستطيع تحمل هذا الحمض، وهذا الغشاء المخاطي الموجود في المريء يبتدي يحصل فيه مشاكل، وقد تؤدي في النهاية إلى تلف تماما في المريء أو الإصابة بالأدينوكارسينوما في الإسوفيجس أو بعض الأورام السرطانية الموجودة في المريء. الارتجاع المريئي اللي موجود عند نسبة كبيرة جدا من الناس وبنشوفه بيتزايد، يمكن نقدر نقول انه موجود في حدود 45% من امراض الجهاز الهضمي اللي بتيجي عند الناس ويحصل الحرقان لمدة اسبوع، لكن بتتزايد اكتر ونقدر نقول انها زادت بنسبة 25% شدة هذه الاعراض. يعني كان زمان مثلا يحس بحاجة بسيطة، دلوقتي زادت مرة وربع عن ما احنا متعودين عليه. كل دوت بيكون بيتزايد، بدل ما بيحصل مرة في الاسبوع بيحصل اكتر واكتر واكتر. ساعتها احنا بننتبه ان في مشكلة وان في هنا علامة خطر لابد من الوعي بيها ولابد من التعامل معها. ايه اللي بيؤدي الى حدوث هذا الخلل؟ كثير من النظريات بتقول ان بيحصل في ضعف وارتخاء في هذه العضلة او البوابة اللي بتسمح بانتقال الاكل من فوق لتحت من المريء الى المعدة، ولما الباب دوت يحصل فيه عطل او خلل يبقى بدل ما هو بيفتح في اتجاه واحد بيفتح في اتجاهين، فالاكل يقدر يرجع تاني والحمض يقدر يرجع تاني لفوق ويبوظ المريء ونحس بالحرقة بتاعتنا. هنشوف مع بعض فيديو تاني عشان نفهم ازاي ممكن يكون كتير من نمط حياتنا هو اللي بيسبب هذا الالم. المريء او الانبوبة في الوضع الطبيعي لا يسمح بوجود اي حمض من المعدة الى المريء، لكن مع وجود هذا الاضطرابات وأسباب كثيرة زي تغير في نمط الحياة، زي سلوكيات خاطئة كتير بنعملها زي التدخين والسمنة، شرب الكحول، والجلوس في أوضاع غير صحية، وهنشرح إزاي الأوضاع ديت، أيضا بعض الأدوية قد يكون سبب في الارتجاع الحمضي للمريء، وده نقطة مهمة جدا. مضادات الاكتئاب، مضادات الحساسية أنتي هيستامينكس، وأيضا الحاجات المسكنة ليها أثر كبير جدا في زيادة حدوث ارتجاع المريء. كتير من الناس بتيجي تشتكي في العيادة بحاجة، يقول أنا بروح لدكتور العظام، دكتور العظام بيديني مسكنات للآلام، لكن بتتعبني معدتي جدا، بتؤلمني جدا، مش قادر أعيش، مش عارف أنام، الحرقان شديد جدا. بيكون بسبب الأدوية المسكنة أو الأنتي هيستامينيك مضادات الحساسية أو الأنتي ديبريسنت مضادات الاكتئاب. لابد إن الطبيب بيعطي هذه الأدوية بنسبة معينة وفي أوقات معينة وبنظام غذائي محدد واضح عشان نتجنب الآثار السيئة ليها. مش بس نمط الحياة، مش بس الأدوية، لا، طريقة الأكل ووقت الأكل ليه دور كبير في إصابتنا بارتجاع المريء أو لا. لو انا اكلت قبل ما انام بفتره قصيره ونمت، انا دلوقتي نايم على ظهري بسمح للحمض انه ينتقل ويكون في ضغط من المعده الى المريء، فيحصل الارتجاع واحس بالحرقان. عشان كده بنقول العلاج البسيط انك بدل ما نايم بطريقه مستقيمه ارفع نفسك شويه، ارفع بمخده ورا بحيث يبقى الضغط اللي تحت مش لفوق. ايضا الاكلات الدسمه المليانه بالدهون المليانه بالسكريات بتساعد في ظهور هذه الظاهره من ارتجاع الحمض من المعده الى المريء. كتير من الاكلات زي الشوكولاته وزي الاكلات الحمضيه بتساعد ايضا في ظهور هذا الحمض. المشكله كمان ان في انواع من الادويه بيتم الاعلان عنها على انها بتعالج الحموضه بصوره سريعه، لكن هي مع علاجتها للحموضه بصوره سريعه بتؤثر على نسبه الحموضه في المعده فتسبب حموضه اكتر وارتجاع للحمض اكتر. في اسباب اخرى زي مثلا الحمل، لان في الحمل بيكون في هرمون البروجستيرون، الهرمون دوت بيبقى مسؤول عن انبساط العضلات وارتخائها، فالعضله اللي كانت بتقفل عشان تمنع رجوع الحمض من المعده الى المريء هتنبسط شوية، وهنا يبتدي يحصل الارتجاع. عشان كده الحوامل اكثر اشتكاء من هذا العرض. ايضا
زيادة الوزن والسمنة كتير بتؤثر على الحجاب الحاجز اللي بيفصل الصدر عن البطن. هذا الحجاب مع السمنة بيتحرك إلى أعلى وبيبقى غير منتظم في الحركة، فيؤدي إلى ضعف في هذا الصمام. هنشوف مع بعض فيديو تاني عشان نفهم سويا كتير من الأسباب اللي ممكن نكون مش واخدين بالنا منها، والأكلات اللي ممكن مش واخدين بالنا منها لكنها بتساعد في ظهور هذا الارتجاع المريئي. إزاي نقدر سوا نعرف الارتجاع المريئي؟ عن طريق حاجات زي تغيير نمط الحياة، أيضا السمنة والتدخين والكحول، كل الحاجات ديت بالبعد عنها نقدر نبتعد عن هذا العرض. تناول الطعام بشكل مفرط والوجبات الدسمة أو المقلية أو الوجبات السريعة والإسراف في تناول المخللات والأكل قبل النوم مباشرة والمشروبات اللي فيها نسبة كبيرة من الكافيين والمشروبات الغازية والشاي، القهوة، النسكافيه، مشروبات الطاقة، الشوكولاتة، كل الحاجات دي بتساعد في ظهور حرقة المعدة وارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء. زي ما شايفين مع بعض المعدة بتنقبض هنا وبيرجع الحمض فوق تاني للمريء. الأعراض اللي منتبه ليها وناخد بالنا منها مش بس الحرقان دوت، لا، لو كان مصاحب بحاجات تانية زي تغير لون البراز أو إن أنا برجع دم، كل الحاجات ديت لازم تبقى علامات خطر يجب الانتباه ليها والذهاب فورا للطبيب عشان ما يكونش فيه تأثير سيء. برضو مش بس الحرقان دوت، لو كان الحرقان بينتقل الى الكتف يبقى هنا في مشكلة ممكن تكون في القلب، يبقى لازم نزور الطبيب. الحرقان ده قد يستمر لساعة او اتنين. هنشوف مع بعض فيديو تاني عشان نتكلم لما انت بتروح للطبيب ازاي الطبيب بيشخص هذه الحالة. في حاجة الطبيب بيحطها في جسمك عشان تشوف نسبة الحموضة وتقيس نسبة الحموضة في المريء. ايضا هناك المنظار اللي الطبيب بيدخله من الفم عشان يشوف بيه المريء ويشوف بيه المعدة. ايضا هناك بعض الاختبارات المعملية اللي بيطلبها الطبيب عشان يتأكد من عدم وجود الاشياء الاخرى اللي بتؤثر في ظهور هذا العرض وحرقان وارتجاع المريء. برضو الطبيب بيعرف منك الأدوية اللي بتاخدها عشان يقدر يضع لك نظام من الأدوية تقلل من هذا النقص الخطر وهذا الألم الشديد والتقيؤ من الدم أو تغير في لون البراز الأسود أو صعوبة في البلع، كل دي علامات خطر. مراقبة الفضلات ومراقبة البراز بتكون مهمة. برضو أحيانا يقيس الطبيب بالمانومتري أو بيقيس نسبة الضغط في هذا العضلة الموجودة في الآخر عشان يشوف نسبة قوة العضلة قبل ما يقول نمط العلاج. نمط العلاج ثلاث حاجات نقدر نقول انه بيعدل نظام الحياة، وايضا الأدوية، واخيرا الجراحة. تعديل نمط الحياة بيقول ان احنا بننظم الغذاء بتاعنا، بننظم وقت الاكل بتاعنا، ببقى عارف باكل امتى، باكل ايه، وباكل قد ايه، وببعد عن وقت النوم وارتباطه بالاكل، ببعد عن الحاجات اللي احنا قلنا بتسبب في الارتجاع المريء. ايضا بقلل من وزني، بمتنع عن التدخين. كل الحاجات دي بتأثر بصورة كبيرة وبسرعة في ارتجاع المريء بدل ما يصبح حاجة مزمنة وتبقى كل يوم مش قادر تنام بالليل وبتصحى بسببه. برضو شرب المية مهم، لانك اول ما بتشرب مية بتساعد ان المريء تاني ينزل الاكل ويقفل، فبالتالي بتقلل من نسبة الرجوع بتاع المريء. كتير برضو من الاسترجاع المريئي نقدر عن طريق اكلات وخضروات قليلة الدسم زي الباذنجان والكوسة والقرع بدون صلصة، نقدر نساعد في تقوية هذه العضلات. الادوية هي المرحلة التانية في العلاج، زي مضادات الحمض اللي ممكن نستخدمها، ايضا مضادات البروتون بامب انهيبيتور اللي هي بنقول عليها الادويه اللي بتمنع تماما خروج الحمض من الخلايا، زي الاوميبرازول، برضو رانيتيدين، السيميتيدين، الفاموتيدين، كل هذه الاتش 2 بلوكرز، كل هذه الادويه بتساعد في علاج الحمض. المواد دي بتغلق وبتقلل من افراز حمض المعده وبتعالج الاعراض بنسبه 50%، بالمقارنه مع استخدام علاجات اخرى كانت هي
الخيار الأول في العلاج، ثم إذا لم تكن صالحة بيكون الانتقال إلى الأوميبرازول والبنتبرازول الرابوبرازول، كل هذه اللي هي مثبطات مضخة البروتون اللي بتكون ليها دور كبير في تقليل هذا الارتجاع. لو كل هذه الطرق فشلت بيكون الخيار الأخير هو الجراحة عشان نقفل هذا الصمام تماما ونمنع هذا الارتجاع. يبقى ببساطة محتاجين نغير نمط حياتنا، ننظم النظام الغذائي بتاعنا يكون واضح، محتاجين نستشير الطبيب في الأدوية اللي قد تكون مسببة ليها، محتاجين ناخد أدوية تحت إشراف طبي عشان نقللها، لو فشلنا بنصل لا قدر الله إلى الجراحة. هنخرج مع بعض دلوقتي ونروح نعمل وجبة غذائية صحية، هنعرف إزاي بنعملها وهنعرف مكوناتها وهنعرف فوائد كل حاجة فيها في المطبخ الصحي والتغذية الصحية السليمة. ابقوا معنا. هم 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 مم 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 نفسك والهم هم بس المرض هم هم مش عارف اطمن مم مم هتقول لك بس انت استنى هتقول لك اكلات كتير انت هتاكل كده وتهنى بس الوصفة لازمية كتير هم 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 مم مم ايوه الهم والمم اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى نستكمل الحديث على طبق صحي غني بالفوائد مليء بالنكهه الجميله. النهارده هنروح مع بعض على طبق البحر، هنبتدي مع الشيف عبد العظيم. قول لنا ايه الطبق اللي في البحر النهارده؟ اهلا وسهلا بكم مره طبعا وسهلا وخفيف، طبق كبير بلدي مثل من العمر. سمك البلطي مصر مشهورة جدا بيه. البلطي فيه مثلا زي كده وده سهل وسريع في الطهي ومفيد وصحي في نفس الوقت. تمام. المكونات الثانية اللي معانا؟ حوالي 250 جرام سمك فيه بلطي مخلي من العظم. في طبعا بياخد الليمون، كمون، ملح، فلفل ابيض. ده بالنسبة للتوابل بتاعته بتاع الطبق. الجانب بتاعه بياخد رز بالعشاء مع صوص طماطم خفيف. مع الطبق ده في نفس الوقت يا دكتور عندنا برضه الشوربه بتاعت الحرب الصفور عباره عن جمبري والماري والسمك نقطعها في لوح صغير بهذا النظام. تمام. بنديها طبعا بصل ونديها خرفس ونديها كزبره وجزر والحاجات دي كلها سايده وصحه هنتكلم عليها بالتفصيل اثناء الحلقه. اسف هنبتدي بايه؟ هنبتدي دلوقتي هعمل الشوربه وانا بملح السمك بتاعي. الشوربه بتاعتنا احنا قلنا فيها جمبري وكاليماري. جمبري وكاليماري وخرفس وبصل. تمام. ببدا الاول بحط البصل بتاعي. البصل مفيد جدا لمرضى السكر لان البصل بيقلل نسبه مقاومه الخلايا للانسولين وبيخلي الجسم يقدر يستفيد بالسكر بسهوله فيحافظ على نسبه السكر في الجسم. وانا طبعا بسوي البصله بتاعتي بتستوي. ببدا دلوقتي برضه ان انا املح السمك بتاعي نديله النكهه بتاعته. النكهه بتاعته طبعا السمك مفصول ونجيب متقطع كبير من غير عصب. نجيبه الكمون، الكمون بقى فلفل. انا طبعا الكمون مش بس نكهه، الكمون قيمه غذائيه مفيده وصحيه. انا دايما النكهه بتاعي قليل خالص بتاعت ما بحطوش، بكتفي بالليمون والليمون والكمون. الليمون والكمون طبعا انا بفرد الليمون بتاعي بسيبه دقيقتين ثلاثه في المنديل بتاعه كده. يعني احنا بنستخدم السمك فريش جاي من البحر وعلى طول نديله النكهه بتاعته بالكمون والليمون وقليل جدا من الملح، رشه ملح عشان ياخد النكهه. في ناس بتحب تسيبه في المطبخ والثلاجه بعد ما تديله النكهه عشان تمتصها، هل الافضل نشتغل على طول ولا نسيبه شويه؟ لا الافضل طبعا نسيبه في المرنيه بتاعته ونحطه في الثلاجه برضه افضل واحسن. انا هبدا ان انا خلاص الوجبه قرار بتاع الغداء او بتاع العشاء ببدا اطلع واجهز ان انا يكون مطعم وغازي اللي فيه جوده وحاجه حلوه. تمام. دلوقتي البصل زي ما احنا شايفين كده دلوقتي احنا بنجهز الشوربه بتاعت أكل في البحر. حطينا البصل
البصل بتاعي وفي نفس الوقت بحط طبعا النظر دايما مرتبط بفيتامين اي المفيد جدا للنظر، لكن فيتامين اي بيستخدم بكثير من الحاجات الجماليه زي الجلد، بيقاوم الجسم في الشيخوخه وكمان بيعطي قوه للشعر ومفيد جدا للاظافر. دلوقتي برضو انا خلاص حطيت المرانيه وقعدت شويه، الملح بتاعها بسيط، خلينا ليمون بديله الزيت بتاعي كده، وفي نفس الوقت بيكون عندي انا الديب فرايز اللي هي السفن بتاعه. تمام، دلوقتي انا بحطه في واحده واحده. ممكن نستخدم الدقيق الابيض، الافضل ان احنا نستخدم الدقيق الاسمر او الفيجيتار الاسمر شويه اللي بيبقى بيحتوي على مخالط القمح وجنين القمح فيه بيفضل موجود لانه بيبقى غني بالمغنيسيوم وبالزنك. دلوقتي بعد ما حطيت الجزر والبصل والحاجات دي ما تسويش كتير، فبحطها طبعا بعد ما ببدا ابدا الحاجات دي دخلت على نص السوا، ببدا احط السمك والكاليماري والجمبري بتاعتي متقطع قطع صغيره جدا جدا كده، وبحطه ما اقلبوش كتير عشان ما هو تمام، انا اسيبه كده ان هو الحاجات دي ما تاخدش سوا كتير، هل كده صغيره واحط نفس الوقت بروح حط انا الكرفس بتاعي. الكرفس مفيد جدا للجسم ومفيد جدا لمرضى الكلى لانه بيقلل من نسبه تكون الفصوات. نرجع تاني للجزر اللي موجود معانا، ان في ماده الكاروتين وكمان في فيتامين الف وز وج ود، كل انواع الفيتامينات الموجوده في الجزر بتدي طاقه حيويه للجسم وللخلايا وعمليه الهضم. بعد ما حطيت الكرفس بقى احط الفلفله بتاعتي. تمام، ده طبعا كل الفوائد الفريسه، وبعد كده بحط الفرشة بتاعتي، يعني شوربه الفول دي بتبقى طعمها لذيذ وسهل، فيها الخضار وفيها الكرفس وفيها البصل وفيها الثوم بتاعي اللي انا حطيته كده. بعد ما تخش على نص سوا الخضار كله الاثنين يطلعوا مع بعض. تمام يا شيخ، هبدا ان انا احط السوق بتاعي اللي هو بتاع السمك. في نفس الوقت ناس بتحب نحمرها شويه، في ناس بتحبها كلير. يعني طب لو محمره هنعملها ازاي محمره؟ هنديها معلقه نص طماطم صغيره خالص كده اهي، في نفس الوقت نوزعها قليل من الشطه لان ده اسماك حلوه قوي. الشطه الحاره بتدي نكهه وبتساعد الانسان على انه ينجذب للاكل فيكون سرعه في انهاء الوجبه، وكمان بتدي المعده قابليه انها تنتهي من الهضم بسرعه افضل. شوربه السي فود فيها الكوسه، والكوسه مفيده جدا لان فيها كميه من الالياف، فيها كميه من الميه فتملى المعده تحسسني بالشبع، لكن في نفس الوقت القيمه الغذائيه والسعرات الحراريه فيها بتكون قليله. انا برضو دلوقتي بخش دلوقتي الرز بتاعي رز بالعشاب، برضو بجهزه الرز جاهز عندي، فبجيبه برضو بصل وبقدونس من بره كده اللي انا اقلم بيها دلوقتي بطعم وحاجه كويسه وصحه في نفس الوقت. تمام، بحط الطاسه بتاعتي وانا برضه زي ما اتفقنا انا بعمل فيها اربع حاجات في وقت واحد عشان نقصر وجودنا في المطبخ، اقل وقت في المطبخ. انت بقى السمك بتاعنا قد ايه في الزيت؟ السمك طبعا برضه زي من يعني عزيز شويه بيستوي بسرعه. الطاسه الصوص بتاعتي بيطلع اللون ذهبي زي ما هو طالع دلوقتي، هيطلع دلوقتي بهذا اللون. تمام، دلوقتي انا بسيبه دلوقتي شويه شغال كويس اهو. وجودنا في البحر بيفكرنا ان البروتينات اللحوم والدواجن والاسماك، لكن بتاعه الاسماك في المرتبه الاولى لاحتوائها على كميه جميله جدا ومفيده جدا من زيت الاوميجا 3 اللي بيساعد الجسم في انه يتخلص من الكوليسترول، بيدينا بروتين بيساعد الجسم في انه يفضي الكوليسترول اللي موجود ومترتب على جدار الاوعيه الدمويه، فيساعد القلب انه يقوم بالوظيفه بتاعته ويقلل ضغط الدم اللي موجود عندنا. دلوقتي انا بجهز دلوقتي الطبق بتاع الرز، بديله بصل فيه بسيط لان برضه طعم لسه عامل حكي. البصل زي ما قلنا مفيد لمرضى السكر، مضاد حيوي، وكمان بيساعد على ادرار البول فينقي ويساعد الكلى على اداء وظيفتها. كده الشوربه شغاله يا دكتور دلوقتي. تمام يا شيخ، شرحناها كاليماري وجمبري والسمك متقطع كارير صغير خالص. يعني انا بعمل وجبه جسمها وسهله، مثلا مش هاكل سمك هاكل طبق شوربه وجنبيه رز او سلطه في نفس الوقت. ممكن اقدم سلطه تونه معاها برضه. ايه مكونات سلطه التونه؟ مكونات سلطه التونه ممكن هنعملها وهنشوف وقت الحاله لو في وقت هنعملها. تمام، وقلب التونه عادي اللي هي قطعه
لان في تونه بوري وفي تونه قطع نديها بصل ونديها طماطم ونديها خس ونديها ليمون ونديها زيت زيتون ودي كل حاجات مفيده وسهله وتمشي وجبه لوحديها كمان. وكمان اعتقد يا شيخ ان ديت تبقى بتسهل على ربه المنزل انها تعمل وجبه بسرعه في وقت قصير جدا، لو هي جايه من الشغل وعايزه تجهز وجبه مفيده وصحيه هتعمل سلطه التونه زي ما الشيف شرحها. اكيد دلوقتي الشوربه شغاله والسمك شغال وبيجهز الجلد بتاعه اللي هو الرز بالعشاء. تمام. دلوقتي ماشي دلوقتي اهو الرز بالعشاء هيتعمل دلوقتي. انا سويت الرز الرز عندي جاهز جاهز مستوي عندي رز عندي الرز جاهز في الثلاجه او عندي في الثلاجه جاهز الناس تبقى عندها حاجات جاهزه ان انا عايز اجدده واديله حاجه بدل ما اديله بصل بصله مفرومه بديله بقدونس بقدونس بشوف الريحه بس والطعم بتاعه بتاعه هيكون جميل قوي. كمان البقدونس مفيد جدا للكلى، الناس اللي عندها حصوات يمكن معظم المصريين بيعتمدوا على وجبات سريعه بيكون فيها نسبه كبيره جدا من الحاجات اللي بتملى الجسم وتساعد تكوين حصوات، عشان نقاوم تكوين الحصوات في جسمنا ونساعد الكلى في اداء وظيفتها يفضل استخدام البقدونس بصوره يوميه في الوجبات بتاعتنا. مش هتكلم على عصير البقدونس عشان هنفرد ليه حديث ان شاء الله في حلقه قادمه. الشوربه بدات تسيب اللي هي اللي انا بشوفها وشوف يا دكتور دلوقتي الشوربه طالعه ما شاء الله شكل جميل ولونها كويس جدا. اللون الاحمر فعلا بيدي لون بسيط جدا جدا كده. لو خدتهم مبشوره ما عنديش طماطم جري طماطم فريش مبشوره على المبشوره بحطها في البيون مع الكرفس مع الجزر مع الكزبره مع السمك مع الكلماري مع الجمبري مع البيون بتاعنا ونسيبها لمده 10 دقائق. تمام. هي وشيت على الانتهاء. دلوقتي انا بحط الرز بتاعي. الوجبة دي يمكن مفيدة جدا خصوصا للحوامل لان بتدي كمية من البروتين مع نسبة قليلة من الدهون وكمان بتدي نكهة سريعة للحوامل فما تتعبش منها. الرز هتستني من الرز لسه جديد خلاص. انا دلوقتي انا لازم اغيره بطريقة تانية ان انا ممكن اعمله رز بسبنيوني واديله كوسه واديله جزر واديله قراص بس انا اكتفيت بالبصل. تمام. والبقدونس. يعني في كذا حاجه ممكن نضيفها على الرز. تمام. ممكن رز بسبنيوني ممكن رز فرايس ممكن نديله قطع جمبري ممكن سمك يعني على حسب الامكانيات المعيه والمتاح تحتيا. انا دلوقتي بديله جزء من شوربه السي فود عشان ياخد نكهه في الاكل. يديني النكهه وبيدي شكل جميل وممكن نديله بيبي شريم. بدات الريحه تبان. اكيد. دكتور طبعا الحاجات دي سهله وصحيه وخفيفه في نفس الوقت. انا هبدا دلوقتي ان انا اغرف الشوربه بتاعتي الشوربه بتاعي اجهزها. الشوربه اللي فيها جزر مفيده جدا للحوامل. عاوز اتكلم على ان كميه الفيتامينات الموجوده في الجزر بتخلي السيده تعطي قيمه غذائيه للجنين وبتساعد جدا على نموه وامداده بكميه الفيتامينات اللي بيحتاجها. الشوربه دلوقتي وشكت على الانتهاء. طبعا انا هغرفها دلوقتي. تمام. انا لاحظت خلاص ان كله استوى. طبعا انا هحط الشوربه بتاعتي هيكون بالشكل ده. شوف عامله ازاي؟ خفيفه طبق ملون. شوف ادي الشوربه هيكون بالشكل ده. طبق ملون، طبق شهي، طبق غني بالقيمه الغذائيه. ما خدش وقت في العمل، مكوناته متوفره في البيت. انا في نفس الوقت عشان برضه السمك ما حصلش كده من غير صوص ومن غير اي حاجه خالص، عندي صوص طماطم، طماطم اللي هي الفريشه عادي، بتتبشر بصلايه وميه بنفس الصوص ده او طماطم بصه معجون او طماطم مبشره، احطها في زيت الزيتون والصوص هيطلع بالشكل ده، صوص خفيف جدا. انا دلوقتي كسرت في الطبق الرز بتاعنا بتاع الرز خلاص مشك على الانتهاء دلوقتي. صوص الطماطم مفيد جدا، بنتكلم على الطماطم يعني ماده الليكوبين، الليكوبين ديت بتقاوم تكون السرطان في الجسم، الخلايا بتاعتنا بتطلع مواد، المواد ديت بنسميها فري راديكلز اللي بتساعد الخلايا السرطانيه انها تتكون وبتاثر على الخلايا وتحولها من الصوره الطبيعيه لصوره مضره للجسم. الطماطم فيها الليكوبين اللي بتروح وتوقف وتقلل وتعتبر من مضادات الاكسده في الجسم. دلوقتي يا دكتور انا بغلف الطبق بتاعي زي ما احنا حاطين الرز بتاعنا كده خالص بشكل جميل. ريحته جميله قوي. البصل مثلا بديله كده عادي. تمام. شوف الشكل الرز طالع جميل وطالع شيك جدا جدا. انا دلوقتي بعمل جاي من السندر خالص، الخضار طبعا ده مطحون
تمام. دي الحاجه المتاحه عشان لو ان العين بتاكل قبل النفس. انا دلوقتي بحط طبعا لازم احط جنب الليمون، لان في ناس بتحب تحط ليمون على السمك. الليمون فيتامين سي بيساعد الجسم على انه يقاوم الامراض وبيزود المناعه، وفيتامين سي مفيد جدا لعمليات مضاده الاكسده، اللي كنا لسه بنتكلم على ان في كتير من مضادات الاكسده في الطماطم بتاعتنا. انا بدي مقام جرش بسيط خالص. انا دلوقتي السمك بتاعي الصوص الجميل بتاع الطماطم يكون في الارضيه كده بالشكل ده. ده دلوقتي ان انا الله عليك يا شيف، خد وقت وسهر قوي الطبق. بدا يدي الشكل والريحه الجميله. السمك فيليه عجيب خالص، يكون لونه ذهبي طبعا. الفيليه ما بياخدش وقت يستوى، بس انا كتبته براحته خالص. شوربه السي فود فيها كتير من الخضروات والفواكه اللي بنسميها المفيده من البحر. لما بنضيف ليها الحاجات الموجوده بره البحر من السله الجميله بتاعتنا بتدي لون مميز وبتدي قيمه غذائيه. الليمون وفيتامين سي. انا دلوقتي برضو طعم جرش بسيط جدا بحطه في الطبق بتاعي. تمام. انا جهزت طبعا دلوقتي حاجتي اهي. ده طبعا فيش بسقهلله او سمك بسقهلله، صوص طماطم خفيف، رز بالاعشاب، بصل وكرفس وكزبره، والرز بتاع الابيض مع شوربه الصفوط، كاليماري والجمبري والسمك والبصل والخضار والفراخ. وبالهنا والشفا والى اللقاء في حلقه قادمه. تسلم الشيف عبد العظيم على هذه الوجبه الشهيه سريعه العمل الغنيه بالقيمه الغذائيه. ان شاء الله حلقه جديده انتظرونا يوم الثلاث القادم. اترككم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هم 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 هم.